من المعروف دوما أن السوري بيترك بصمة مميزة بأي مجال بيكون فيه، لكن اللمسة الإبداعية هي مرتبطة بالشخص ذات نفسه، أكيد بلمساته الإبداعية أكيد بأي عمل بيتقنه. اليوم رح تكون معنا قصة نجاح سورية من لندن برؤية إخراجية لفن المكياج، قدرت تترك بصمة وأثر كتير كبير وحققت شهرة عالمية. اليوم رح تكون معنا السورية فيحاء درويش، أهلا وسهلا فيكي معنا عبر شاشة العالم سوريا. سعيد مساكم حياتي. أهلا وسهلا فيكي معنا اليوم، يعني من فيحاء درويش للاسم المتعارف عليه بعالم الشغل والعمل والى ما هنالك، اليوم هل شرط اساسي يكون عندنا اسم خاص بالعمل وبمجال العمل؟ لا، بس انا حبيت بما انه يعني انا بلندن فاسمي ثقيل بالنسبه للاوروبيين والانجليز هونيك، فكان صعب انه لفظه، فاخترت اسم يكون اسهل وبيشبهني اكثر، فهذا انا الاسم المتعارف فيه بين رفقاتي واهلي وناسي فيفي، فاخترته انه يكون اسمي فيفي سوا. تمام. اليوم اذا بدنا نحكي عن موضوع التخصص الاكاديمي، قديش هو شرط اساسي للبدء بالمسيره العمليه بشكل عام؟ هلا كثير مهم انه يكون عندك تخصص اكاديمي، لانه وقت اللي بدك تشتغل لحتى يكون انك انت شخص موثوق بتعرف كل الديتيلز وتكون بروفيشنال لازم تكون اكاديمي، وغير بلس انه بتهيئ لك فرص عمل اكبر، لازم يكون عندك الموهبه، لازم يكون عندك الشغف، وبتدرسها بتسقلها بالدراسه. تمام. يعني بما انك ببريطانيا بتعرف هنيك في تدقيق كثير على الهيلث اند سيفتي، فهذا لازم تكون دارسه اكاديميا كمان، ولحتى تكون يعني مبدع بالمجال وتحقق نجاح اكيد. مظبوط. فينا نقول لكان انه الشغل الاكاديمي هو اللي فتح لك افاق بهذا، او عفوا الدراسه الاكاديميه هي اللي فتحت افاق بمجال العمل. انا بعرف في سر انه كنت من المتفوقين كمان بالدراسه الاكاديميه. هلا انا اللي ميزني انه انا كنت اخذت ذا فيرست بليس بالكوليج واخذت المرتبه الاولى، ف من هون بلشت شافوني كثير عالم. وقت اللي بيصير مشروع التخرج بيكون في كثير مصممين ازياء عالميين، لانه هن بيتعبوا هاي المواهب وبيستغلوها لتكون بفريق العمل تبعهم. فوقت اللي انا كنت متميزه بمشروعي فتواصلوا معي وتم الشغل، بصراحه التفوق هو اللي وصلني، سهل لي الطريق. تماما. فيني أقول اليوم إذا بدنا نقول موضوع الموهبة أو الهواية بتبدأ معنا يمكن قبل سنوات الدراسة وقبل الخوض بموضوع الدراسة الأكاديمية. مزبوط. اليوم هل كانت موجودة عندك؟ كان في اهتمام قبل؟ تحكينا عن هاي الفترة اللي قبل ما بدينا بالدراسة الأكاديمية. مزبوط. هلا أنا من وقت اللي كنت صغيرة عندي هذا الباشن أوف بالرسم والألوان والتياب والمكياج، كثير كنت أهتم فيها وبحب الرسم، وانا عمليا برسم يعني، وعندي لوحاتي وعندي شغلي. بس يعني ما كنت فكر انه رح اشتغل فيه يوما ما يعني، بس انه كثير كنت اهتم فيه. طلعت على لندن درست بزنس مانجمنت وابدعت فيه واتقنته، بس ما حس حالي انه هذا انا يعني، حس انه بدي شيء اني اقدر استمتع فيه اكثر، ف قررت اني ادرسها اكاديميا. تمام. هلا حكيتي حضرتك عن الشغف والابداع، ونحن هلا لما عم نشوف اي صوره للميك اب بنعرف انه هي بصمتك، هذا شغلك. شو اللي ميز فيفي او فيحاء عن غيرها من الميك اب ارتست؟ هلا انا بحب ما قلت لك، بحب الارت كثير، فقررت اني اختار شيء معين يميزني مثل ما قلتي لاترك بصمتي، فالبوب ارت كان هذا هو خطي بالمكياج. كنت احاول انه انا درست بودي ارت، بس ما قدرت لاقي حالي فيه تماما هو، فقررت اني ادرس شيء يعني اترك فيه يكون بتشوفيه تقولي هذا اكيد لفيفي مو لحدا ثاني يعني. أوه. فانه يكون غريب ومتميز بنفس الوقت وكثير مطلوب عنا بعروض الازياء، فلهيك قررت اني ادرس هذا النوع من البوب ارت. تمام. اليوم اذا بدنا نروح لموضوع الميك اب او المكياج بشكل عام بعروض الازياء، قديش المهم الاعتماد على الميك اب ليتناسب مع طبيعه العرض المقدم او مع طبيعه القطع اللي عم يتم عرضها من قبل الموديل والى ما هنالك على الستيج؟ قديش بيركزوا على هذا الموضوع؟ يعني بعض العروض بنشوف في سيمبل
بالميك اب، بعض العروض بنشوف في اوفر ميك اب، قديش بتشتغلوا على هذا الموضوع وتبعا يمكن طبيعه العرض بشكل عام؟ هلا نحن اجباري، يعني المكياج بشكل عام هو مكمل لللوك، بما اني انا بشتغل مع ديزاينرز بنحط مود بورد بندرس فيه طريقة الشغل، يعني مثلا فكرته، أنا بدي أبرز له فكرته، أنا بدي أكمل له الفكرة اللي هو اللي عم يشتغل عليها، فما فيني أنا أشتغل فكرتي أنا لحالي، فأنا بعطيه الأفكار وبندرسها سوا، إذا كان الموضوع إنه مكياج سيمبل أو فينا نحط شيء خفيف فبنحطه، أحيانا بيستدعي الوضع إنه يكون هو عامل شيء كريزي يعني، فأنا بدي ألحق هذا الشيء وأعمل كريزي ثينكس، إنه بتكون مانا ويربل بس إنه بنفس الوقت هي خطوط الموضة بتاخديها منها، يعني كألوان وهالقصص هي. تمام، يعني في ارتباط كبير بين المكياج مستحيل والعروف. يعني مستحيل يكون في فاشن شو ديزاينر ما يكون في ميك اب ارتست وستايلست، يعني شيء يعني ايمج كامله بدك تكمليها. تمام، هلا اذا بدنا نحكي عن المشاركات العالميه لإلك نتذكرها هلا. اشتغلت مع لندن ستايلز ميجز، لندن باسيفيك فاشن ويك، اشتغلت مع لندن فاشن ويك، اشتغلت مع بيربلي، اشتغلت مع ريميل، اشتغلت مع كثير براندز كمان بريطانيه موجوده هنيك وسليبرتيز. تمام، اليوم يعني الوصول للعالمية طريق طويل، اليوم مين له الفضل بمساعدتك؟ مين اللي كان سبب للخطوة الأولى؟ اليوم عم نذكر براندز عالميين جدا يعني، فالوصول لهم بحاجة لدعم، بحاجة لخطوة أولى، اليوم مين كان صاحب الفضل؟ إذا بدنا يعني هلا ما فيني أقول صاحب فضل، هو أنا تعبت على حالي كثير، بس الاساسي انك تكون اكاديمي، بهذا الشيء بيفتح لك مجال انك تتعرف على هي الاشخاص المهمه، لانه وقت اللي بيكون في عنا فاشن شو بالكوليج تبعنا بيجوا لحتى يتبنوا هي المواهب الجديده، وتميزك بالكوليج هو بيفتح لك هذا الباب، فانا تميزي بالكوليج خلاني اتعرف على كثير ديزاينر بالنفس الاندستري نفسها تبع الفاشن شو، فهذا اللي فتح لي الباب، يعني هن اللي ساعدوني لحتى اكون موجوده هلا. تمام، اذا بدنا نحكي عن موضوع اختلاف ثقافات بموضوع معين، يعني من هون عندنا اختلاف، هلا بدنا نحكي بشكل شفاف عن المكياج، هون هو موهبه اكثر ما يكون دراسه اكاديميه، لكن بالخارج مثل ما حكيتي حضرتك انه عندهم معايير مختلفه من الصحه، السلامه، تفاصيل ثانيه بالاضافه للموهبه اكيد هي الاساس. هل الفرق بين المكانين، بين الطريقتين، بين البيئتين اثر عليك ايجابا او هلا هو ايجابا اكيد اثر، نحن شايفين النتائج، لكن شويه اختلاف يعني بنلاقي ممكن صعوبه بالتاقلم بالبدايه، صار معك شويه مشاكل او شويه قصص؟ انا بشكل عام كنت احب الستايل الغربي، فاني كنت طريقتي انا بحياتي سيمبل، وهن بطبيعتهم سيمبل، وقت بس الوقت اللي بيكون بمجال الفاشن شو بيكون في شيء اوفر لحتى يلفت نظر، هلا وقت اللي يعرفوا اني انا سوريه عم بقدر اعمل هذا الشيء كانوا ينصدموا، مثل ما عم تقولي انه نحن ستايل ثاني، يعني بحبوا هون الهيفي ميك اب وستاندرد يعني، ف كانوا يستغربوا انه سوريه بتقدري تعملي هذا الشيء، وحتى انه عم ضيع بين الميك اب ارتست هنيك، حتى وتميزت على كثير منهم هنيك، يعني صرت معروفه هنيك، يطلبوني الي شخصيا انه يحكوا معي، انه مثل ما قلتي صار عندي بصمه بهذا الشيء، فانه ما له سهل بس بنفس الوقت سهل كان علي انا، لانه انا بطبيعتي هيك. تمام، اليوم اذا بدنا نروح لموضوع الاهل، يعني دائما المنزل بيكون الاساس بالانطلاقه، تعامل اهلك مع الموهبه بالبدايه كيف كان؟ تقبلهم للفكره بشكل عام، حتى موضوع السفر اليوم، يعني اذا بدنا الحاله الشرقيه شوي موضوع السفر والانتقال لبلد اخرى والدخول بمجال البعيد عن الدراسه بالبدايه، كيف كان التعامل بهذا الموضوع؟ هلا انا عايشه بلندن الي اوفر ذان 10 ييرز، يعني لزمان كثير ماني جديده يعني، فانه هذا الشيء كان بالنسبه لي معنى انه ما فيها صعوبه يعني، بس كانوا كثير ينبسطوا، يعني وقت بعمل شيء كانت ماما كثير تشجعني، اخواتي يفرح فيني، يقولوا لي انه بس انه بجوز هون عنا انه ما يستوعبوا هذا الشيء، انه لازم تعملي مكياج نورمال لحتى يشوفوا، الا لا انا هذا انا
عرفت شلون؟ انا بدي اثبت وجودي بهذا المجال، بهذا النوع من الميك اب، هذا اللي انا بتميز فيه بالوطن العربي، بتميز فيه برا، يعني انا انا بحبوا شغلي هيك، هذا انا شخصيتي هيك، انا عملت ميك اب ارتست ودرستها وتعبت فيها لحتى اشتغل اللي انا بحبه، يعني بحس حالي انه هذا انا يعني. تمام. هلا كل حدا فينا عنده طموح حابب يوصل له بالمجال الابداعي الفني او بمجال الميديا، بنحس هيك الاحلام ما إلها طموح ما إلها سقف، لانه دائما لازم انت تطوري ذاتك اكثر، لكن دائما في عندنا نقطه هي كانت بالبدايه الطموح، يعني بس حققناها وطورنا فيها بنكون بحاله من الرضا. لوين حابه فيحاء توصل يوما ما؟ شو حابه تترك بصمه عالميا تكون هي انجاز بالنسبه لها؟ هلا انا اول شيء كان هدفي انه اكون خريجه لندن ويستمانستر كوليدج، حققته، تميزت بالمكياج، انعرفت عند كثير ديزاينر هونيك وسليبرتيز، فكان هذا الشيء كثير حلو لي. بس انا كنت حابه شيء لي انا شخصيا اعمله، يعني انه ماي اون بزنس يعني. فقررت انه حاولت اني اعمل شيء، فما كان سهل يعني انك انت تكوني ببلد كله كرييتيف وتالنتد وفي من يوروب وفي من صعب، كثير صعب. بعدين تواصلت مع لندن ستايلز ماجازين وشافوا شغلي وعم بيقولوا لي ببلش ونزلوا لي شغلي على الكفر اوف ذير ماجازين يعني، فهون هن حبوا كثير شغلي فطلبوا انه اكون عندهم ايمج كونسلتنت كرييتيف دايركتور لحتى اعمل المشروع كامل. يعني انا عرفتي كيف هي ماجازين سبورت للنيو تالنتد اراوند ذا وورلد يعني. تمام. اليوم اذا بدنا نحكي عن موضوع النشاط بالعالم العربي وعملك بالعالم العربي، في عندنا نشاطات، في عندنا تعاون مع مصممي ازياء او عروض ازياء بشكل عام بالوطن العربي حاليا؟ للاسف لا، لانه انا اقامتي هنيك، بس ان شاء الله مستقبلا بتمنى اني اتعامل مع ديزاينر عرب، ومثل عندك فور اكزامبل يعني الي صعب هو من الوطن العربي بس تميز هنيك وابدع هنيك واشتغل لسليبرتيز وتعاملوا معه وهو يعني ذا بيست يعني يعتبر، ف ممكن يوما ما انه اوصل لهي المرحله، وبتمنى اني انا اتعامل مع مصممين من سوريا من الوطن العربي بشكل عام ويكون هي التاتش الجديده بعروض الازياء بالوطن العربي يعني كثير حلو. تمام. اكيد نحن بنتمنى نشوف هيك عرض عربي متميز بالميك اب او بالفاشن. اذا بدنا نحكي عن المشاريع والمشاركات العالميه بالفتره اللاحقه، بنعرف بالفتره يلي جايه في كثير عروض ازياء عالميه نحن بننتظرها من السنه للسنه يلي جايه، في مشاركات حاليا؟ هلا اول ما برجع فورا عندي يعني رح يكون وقتي معبى، لانه في عنا لندن فاشن ويك وهذا اكبر فاشن ويك بيصير بلندن، وخاصه بعد اللوك داون يلي صار، فما كان ما كنا عم نقدر نعمله كلياته بشكل از نورمال، يعني عم نضطر نعمل اونلاين شو او فوتو شوت اونلي يعني. فهلا رح ان شاء الله رح يكون كاناري وولف ببريطانيا، و ان شاء الله تشوفوا في حيكون اوفر ذان 15 ديزاينر ان شاء الله. ان شاء الله اكيد نتمنى التوفيق، واكيد نحن ناطرين نشوف ابداعك عالميا بالفتره يلي جايه وكمان بالمستقبل القريب ان شاء الله. ان شاء الله حياتي، ميرسي لكم. شكرا لك، شرفتينا. حابه بس ضيف انه شغله كثير مهمه، يعني انا كان كثير صعوبه لإلي كسوريه اني اتواجد هنيك، اللغه كانت بالنسبه لإلي صعبه لحتى اتقنت اللغه ودرستها اكاديميا وتخرجت من هنيك، فكانوا كلهم ينبهروا انه سوريه قدرت تتميز هنيك. بس حابه انه شجع كل شخص سوري عم يحاول انه يثبت حاله، كن واثق من نفسك، نحن السوريين قادرين نتميز باي مجال ونثبت وجودنا. تمام. هذا الشيء بس حابه اشجعهم. لصوتك اليوم السوريين اينما كانوا مبدعين ومميزين ببصماتهم، ودائما عندهم روح التحدي باثبات النفس واثبات القدرات على تجاوز الصعوبات ووضع بصمه ابداعيه ان شاء الله بشكل عام. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم.
شكرا. شكرا لوجودك معنا، واكيد نتمنى لك التوفيق عالميا، وان شاء الله مثل ما قلت لك بنشوف اسمك باهم الاماكن العالميه. ثانك يو حياتي، ثانك يو. ولهون متابعينا بنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج دمسكم، ان شاء الله نكون قدمنا لكم المتعه والفائده وباقه متنوعه من الاخبار يلي بتهمكم. واكيد لا تنسونا من تعليقاتكم واقتراحاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، فيسبوك ويوتيوب، بالاضافه للويب سايت الخاص بقناه العالم سوريا. لقاءنا بيتجدد بكره بنفس الموعد. من هلا لوقتها تبقوا بألف خير.